تعالوا بقى نروح مع بعض اسكندرية ونشوف سيدتين هناك عاملين تجربة مهمة جدا. التجربة دي عبارة عن استوديو لتعليم فن الباليه، وبيدمجوا الفتيات ذوي الهمم مع باقي البنات في تدريبات جماعية. يعني أعتقد التجربة دي غاية في الأهمية، فكرة الدمج ده تحديدا وامتداد لقادرون باختلاف، لأن هدفها نشر فكرة دمج ذوي الهمم في كل الفنون علشان يكونوا يعني قادرين إن هم يعيشوا حياتهم بشكل طبيعي، وكمان يطلعوا كل المواهب اللي جواهم. تعالوا نتابع هذا التقرير ونرجع ونكمل معاكم بقية كلامنا. عايزة أبقى راقصة باليه مشهورة. بابتسامة كبيرة وهي ترتدي ملابس الباليه، قالت بسمة محمد من ذوي الهمم: عايزة أبقى راقصة باليه مشهورة. بسمة هي إحدى الفتيات التي يتدربن في Art Studio Academy على الباليه في الإسكندرية، مع دمج الفتيات ذوي الهمم في تدريب جماعي مع آخرين من أجل أن يصبحن راقصات باليه. الفكرة جات لي لما أخت زميلتي من ذوي الهمم كان نفسها تلعب باليه، بس ما كانش فيه أماكن إن هم يلعبوا فيها باليه. ابتديت أجمع مجموعة من ذوي الهمم أعلمهم الباليه، وبعد كده الموضوع لما بقى طبيعي بالنسبة لهم وبقوا بيعرفوا دمجتهم مع الأسوياء، الموضوع بياخد وقت بالنسبة لهم، بس بعد كده بيتعلموا كويس جدا وبيرقصوا، ما بيبقاش فيه فرق ما بينهم وما بين الأسوياء خالص. في البداية كنت خايفة إن الموضوع الدمج ممكن يكون يسبب مشكلة ما بين البنات، كنت خايفة إن البنات في سن صغير إن هم ما يعرفوش يتعاملوا مع بنات ذوي الاحتياجات الخاصة، أو إن البنات ما يقدروش يأدوا الحركات بشكل صح، أو إن إحنا كمدربات ما نقدرش نوصل لهم المعلومة ونخليهم يعملوا الحركة بشكل صح. بس اكتشفت في الآخر إن الموضوع ده غلط خالص، وإن البنات كعادي بيشتغلوا زيهم زي أي بنت تانية، وبالعكس ده كانوا بيتفوقوا وبيوصلوا لمستويات عالية جدا، وما واجهناش أي مشكلة من اللي احنا كنا متخيلينها قبل كده. نهى وصفي وهايدي سمير بدأنا هذه المبادرة من سنتين، والهدف هو نشر فكرة الدمج لتشمل استوديوهات وأنشطة أخرى.